ده اول تابلت ريلمي تعمله. اخيرا نزل مصر الريلمي باد، يعني بعد ضبط السعر بتاعه الريلمي جي تي الماستر اديشن عملوها تاني في الريلمي باد ونزلوه بتسعير محترم جدا تحت ال 4000 جنيه للنسخه اللي معايا هنا. فلا لازم نحيي الريلمي يا جدعان، وطبعا انا هقول لك على المواصفات وهتشوف في الاخر نحييهم ولا. كله عارف سوق التابلت في مصر هنا مش زي الموبايلات خالص، واللي بيتربع على عرش التابلت هو الايباد. اللي بعدهم هنلاقي منافسه ما بين هواوي وسامسونج كده شويه، مؤخرا الشاومي باد 5. ريلمي بقى جت قالت لك ايه، العبوا انتوا بقى فوق كده مع نفسكم وانا هبدا كده كده واحده واحده والعب في فئه ما فيهاش حد خالص واقدم تابلت فعلا يسلسل. نبدا اول حاجه بالشاشه، ال 10.4 انش فول اتش دي اي بي اس 60 هرتز، صوتها جيد وانا بجربه قبل ما اعرف تسعيره، اللي هو قلت ايه ده 60 هرتز واي بي اس، لا يا عم انا كنت عايز 120 وامن. السعر دوت الشاديات كويسه جدا، الوانها ساتوريتد كده وفاقعه. وهعيدها لك تاني، لو تشتري تابلت تركز على صوت وصوره وبطاريه. هنا الصوره تمام انا راضي عنها، الصوت بقى هو اللي فاجئني. اربع سماعات ستيريو سبيكر بتقنيه دولبي اتمس، اللي هي فكره السراوندنج، الصوت اللي هو احط لك الصوت بتاع الطياره دوت عجبكم في الفيديو اللي فات علشان يفهمك موضوع الاربع سماعات دول بيوزعوا الصوت ازاي. الصوت هنا فعلا عالي وممتاز، تحس انك معاك سبيكر صغير كده، فتجربه صوتيه مميزه بالسعر ده. حاجه زي كده بتاخدها في ليفلات اعلى بكتير وتابلت بضعف ثمنه حرفيا. البطاريه بقى اخر حاجه، وحجم التابلت بيسمح لهم انهم يحطوا بطاريه كبيره، فهنا 7100 مرتاح جدا، هيتقضيك يوم ونص استخدام تقيل كمان، 12 ساعه فرجه متواصل اللي هو لو اتسحلت مع سيزون كامل يعني. جاي معاه في العلبه شاحن 18 واط وبيتشحن يو اس بي تايب سي في حوالي 3 ساعات الا حته كده. فاهم ثلاث حاجات في التابلت البيتوتي موجودين هنا اهوت، صوت وصوره وبطاريه. وفي برده شويه حاجات كده ايه بتريحك في تجربه الفرجه موجوده هنا. هي اول حاجه الماسكه بتاعه التابلت، التابلت برده بالرغم من السعر دوت جايب خامات المونيوم بريميوم جدا، ان هو اصلا لو كان جيب بلاستيك كنت هعديها اقول عادي يعني برضو السعر يغفر له، ولكن خامات المونيوم محترمه جدا، سمك رفيع قوي. عمالين يقولوا في الايفنت ان هو ده ارفع تابلت موجود هنا في مصر، اقل من 7 ملي 6.9، والوزن برضو خفيف جدا 440 على الحجم دوت، وجايب لونين، اللون الجري دوت ولون الجولد اللي هو ده. تلاحظ بقى تحت هنا ان في هيدفون جاك، يعني في مكان يعني كان نفسي يبقى فوق مش تحت، ولكن عادي هو كده كده التابلت بيتلف، فحته ان في هيدفون جاك بتفرق مع ناس كتير. عندك كمان هنا مكان لشريحه و كارت ميموري، لان اخر تابلت عملناه ما كانش بيقبل شريحه، مش هتعرف تعمل منه اتصالات، وما كانش برضه بيحط له كارت ميموري، في برضه جي بي اس المهتم. الحاجات دي مش هضحك عليك مش تفرق معايا انا في التابلت قوي، ولكن اللي يفرق معايا فعلا هو كارت الميموري، لان اول نسخه والنسخه القليله اللي هي ال 32 جيجا قليله، ومع ان والله لو فكرت فيها مش هعمل حاجه ومش هحمل حاجات على التابلت كتير، 32 جيجا على الابلكيشنز كفايه، بس برضه يعني لو عايز تزود وتحمل عليه حاجات بقى اوف لاين كتير فتعرف تحط له كارت ميموري لحد 1 تيرا. اللي مضايقني بقى مش ال 32 جيجا المساحه، لا ال 3 رام بقى اللي موجوده. ده رقم خلاص بقى يعني شبه انقرض خلاص، ال 3 جيجا رام. هو في منه نسخه ثانيه 628 فرق 1000 جنيه، والله العظيم ممكن برضه سعرها كويس، ولكن دي اللي سعرها شدني قوي، تجربتي كلها كانت مع النسخه ال 3 32. زي كده ما قلت لك في الاول ايه تابلت بتاع البيت، في تابلت بقى بتاع الشغل اللي هو بقى بيبقى ايه سبيكس عاليه ومواصفات قويه واعلى بروسيسور وشاشه بقى كواليتي عالي ومش عارف ايه بتاع الشغل. ده مش كده، بس في نفس الوقت برضو الاداء مش ضايع، يعني جاي هنا الهيليو جي 80 شغال العاب، يعني مثلا لعبت عليه ببجي اتش دي وهاي كان شغاله كويس، ممكن كمان تقللها وتفتح الالترا كان شغاله معايا زي الفل، فضلت العب على الالترا كده كتير. كول اوف ديوتي هي اللي شغاله على لو، مش عارف ليه هنا مش مدعومه بقى ولا ايه، مش جايبه معايا اكتر من لو، بس برضو تجربه مفيش سخونيه، تجربه الجيمنج على الشاشه الكبيره دي بتبقى حلوه قوي. بيجي بقى باندرويد 11 وريلم يو اي، وبيقولوا ان هي ايه مخصصه للتابلت شويه، ولكن انا مش شايف اي حاجه تدل انها معموله للتابلت، هي شبه ستوك اندرويد كده اهوت، وبينزل كده كل ابلكيشنز جوجل في الاول، وعموما ابلكيشنز جوجل كلها شغاله زي الفل، كروم بقى يوتيوب الكلام ده. الابلكيشنز الثانيه بقى هي اللي بيبدا الموضوع ها حاجات وحاجات، يعني مثلا فيسبوك كان بيعلق معايا شويه خصوصا لو هتعمله في اللاندسكيب مود، نتفليكس او اس ان شغالين زي الفل، ولسه حالا دلوقتي جاي لي ابديت. فالصراحه ريلم يو اي واجهه خفيفه بتعرف تستغل اقصى قدره للمعالج، بتديك تجربه سموز ناعمه
مش سريعه بس ناعمه. متاكد النسخه 6 رام هتبقى احسن من ده، لان ساعات لما اشغل حاجتين مع بعض يعني ما هو تابلت بقى مالتي تاسكينج، فيسبوك مع جوجل كروم الدنيا بتبقى بطيئه شويه كده في السكرولينج والتقليب، فالست رام هيظبطوها ده لو عايز تزود وتجيب. واكيد طبعا برامج الاوفيس اشتغل عليه زي الفل. الكاميرات بقى في التابلت تركز اكتر على الكاميرا الاماميه مش الخلفيه، عشان لو فيديو كول عموما الاثنين 8 ميجا بكسل الخلفيه والاماميه. بس اللي عاجبني بقى ان الكاميرا الاماميه الترا وايد. تعالى بس كده نمسحها ناخد صوره. بص انا كده يعني ماسك التابلت ومش مادي ايدي على الاخر، بص الزاويه بتاعتها قد ايه. لما بنقلب على الفيديو بيضيق سيكه ولكن برضه ستيل واسعه. يعني انا كده وانا مدت ايدي جايب كل حاجه في الاوضه، كمان في مايكين لعزل الضوضاء، فاحكموا انتوا بقى على جوده الصوت. الكاميرا صراحه الكواليتي بتاعتها مش احسن حاجه، وكمان ده في اداره استوديو، ولكن هي فيديو كول هتقضي الغرض زي الفل. الحاجات بقى اللي ضايقتني شويه واللي كان نفسي تبقى موجوده في التابلت ده، اول حاجه ان هو ما فيهوش بصمه، ما فيهوش كفر جاي في العلبه ولا سكرين ملزوق على الشاشه. اتمنى ريلمي توفر اكسسوارات في اسرع وقت. تقريبا ما فيش دعم للقلم، ما ذكروش ان في دعم للستايلس او قلم تكتب عليه، بس هي بدايه لريلمي كويسه جدا، خطه ثابته كده، تسعير ممتاز. مرحوش نفسه بقى مع الفلاج شيبز والحاجات القويه، مع اني نفسي اشوف حاجه من ريلمي، يعني مثلا يبقى ريلمي باد جي تي كده بقى وينافس الحاجات اللي فوق. متاكد ان هم ممكن يعملوا حاجه قويه. السعر تاني مره 4000 جنيه، ولو اشتريته من اول بكره لحد يوم 31 هتاخد خصم 200 جنيه، فهيبقى سعره 3800 جنيه. اظن صفقه كويسه جدا بالسعر ده، يعني اللي كنا بنتكلم عليهم في اول الفيديو لا يبداوا من 6 و7 و8. طبعا كلكم مستنيين بقى من ريلمي الجي تي 2 برو، السلسله بقى بتاعت الجي تي الجديده بقى. وعلى فكره ما كنتش نسيكم واعمل لكم فيديو بقى ملخص، لان كان في مؤتمر من كام يوم عن الجي تي 2 برو، وصاحي بقى مخصوص وقاعد بتفرج على الايفنت بقى وبلخصه، وعاملين بقى يتكلموا عن الديزاين ونوتوا فوكساوا تاني ومش عارف، وعمل ديزاين مستوحى من الورق، وعاملين اول كاميرا في العالم وايد انجل 150 درجه، اوسع كاميرا وايد انجل في العالم، وبقى لهم ساعه ونص وقاعد ده مستني بقى يلا بقى يلا خش على الموبايل بقى ومواصفاته. قال لك شكرا يا جماعه، نشوفكم ان شاء الله في الايفنت الجاي لما انا على الموبايل. فلبست لي في ساعتين تقريبا قاعد عمال اصور على الفاضي، ولكن ان شاء الله هينزل قريب وهيكون لي فيديو قريب. فانزل كده اشترك واجهز وشغل الجرس عشان لما ينزل تشوف. واللي بيسال على الجيف اواي، ما انت لو متابع بقى امبارح على الانستجرام تم الاعلان عنه، كل الناس اللي كسبت تم التواصل معاهم الا الراجل اللي كسب 10000 جنيه، ولكن انا صراحه مديله فرصه يعني يوم ويومين علشان ايه، ممكن يكون عنده ظروف ولا حاجه. لو ما ردش هنضطر نختار واحد غيره، وهيكون الاختيار من الفولورز على انستجرام، فروح اعمل فولو. وبنفضل كده عشوائي جدا، وهشوف ابلكيشن يختار واحد عشوائي جدا، للاسف ملاش علاقه بالاسبقيه ولا بالاقدميه، لان لازم نمشيها عشوائي، وحد فيكم ان شاء الله هيكسب ال 10000 جنيه لو الراجل ما ردش يعني. بس كده ده كان فيديو النهارده، قولوا لي رايكم فيه وفي التابلت، وسلام. يعني كاميرا بعيده بقى.